عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان الإنسان والأرض. هنتكلم عن علاقة الإنسان بالأرض. في الليلة التالية قال الوالد: سنتحدث الليلة عن علاقة الإنسان بالأرض وما عليها، فنحن لا نعيش وحدنا في هذا الكون. كلنا عارفين إن الإنسان بيعيش في الكون معه حيوانات وحشرات وزواحف، ولكن حولنا مخلوقات أخرى كثيرة تسير أمورها بنظام بديع وتدبير محكم، مما يدل على وحدة الخالق وقدرته وحكمته. يبقى هنا في سؤال مهم جدا نسأل: عالم يدل نظام هذا الكون وتدبيره المحكم، على ما يدل؟ يدل على وحدة الخالق وقدرته وحكمته. الله وحده خالق جميع المخلوقات وأنه قادر وحكيم. وقد عرفنا في حديث الأمس أن هذه المخلوقات تمثل أمما من الحيوانات والحشرات والزواحف والطيور كما تكلمنا من قبل، وكل أمة أو جماعة منها لها خصائص واحدة تميزها عن غيرها، كما أن لها طريقة في التعامل خاصة بها. يعني جماعة النمل لها خصائص تميزها عن غيرها، وكذلك جماعة النحل لها خصائص تميزها عن غيرها، وكل جماعة من هذه الجماعات لها طريقة في التعامل مع بعضها البعض. يبقى يجي لنا هنا سؤال: صح أم خطأ؟ تمثل الحيوانات والحشرات أمم لها خصائص وصفات تميزها عن غيرها؟ الإجابة طبعا نعم. طيب، وقد جعل الله الأرض تجذب إليها كل ما فوقها بقوة الجاذبية الأرضية. احنا كلنا عارفين ان الأرض عليها جاذبية أرضية. فايدة الجاذبية الأرضية دي هو ان يستقر عليها جميع الكائنات الحية، كما جعل الله الجبال ثوابت ورواسي حتى لا تضطرب هذه الأرض. ما الحكمة من خلق الجبال؟ الحكمة من خلق الجبال هي أن تجعل الأرض لا تضطرب ولا تهتز، تجعل الأرض ثابتة. ومن بديع صنع الله أن جعل في هذه الجبال مسالك وطرق واسعة ليهتدي بها الإنسان إلى مقاصده في السفر والتنقل من مكان إلى آخر. إيه فايدة الطرق بين الجبال؟ هو الإنسان يقدر إن هو يتحرك بحرية وينتقل من مكان إلى آخر. تمام؟ يبقى ما فائدة هذه المسالك والطرق بين الجبال؟ الفائدة هو أن يهتدي بها الإنسان إلى مقاصده في السفر والتنقل من مكان إلى آخر. قال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الله سبحانه وتعالى يقول: جعلنا في الأرض رواسي. رواسي بمعنى جبالا ثابتة. أن تميد بهم يعني تهتز وتضطرب. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فجاجا سبلا يعني طرقا ومسالك. الله سبحانه وتعالى خلق لنا الجبال لتكون رواسية لهذه الأرض، يعني تثبت الأرض، وأن تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، جعل بين هذه الجبال طرق ومسالك لعلنا نهتدي ونعرف الطريق. وإذا نظرنا إلى الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وما يعيش فوقها من إنسان وحيوان ونبات، وإلى السماء وشمسها وكواكبها ونجومها، لوجدنا كل ذلك يسبح بحمد الله. يسبح
وإذا نظرنا إلى الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وما يعيش فوقها من إنسان وحيوان ونبات، وإلى السماء وشمسها وكواكبها ونجومها، لوجدنا كل ذلك يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. كل ما في الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كنا لا نسمع هذا التسبيح، وإن كنا لا نفقه هذا التسبيح، لأن لهم لغة خاصة بهم نحن لا نفهمها، لغة مختلفة عن لغتنا. يبقى يجي في الامتحان صح أم خطأ؟ كل شيء في الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. الإجابة نعم صح. يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله سبحانه وتعالى يقول كل ما في السماوات السبع والأرض، كل شيء، كل جميع المخلوقات تسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون. معنى كلمة تفقهون تفهمون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. معنى هذا شرح هذه الآية، يقول الله: كل حبة رمل أو حصى في الأرض، وكل ورقة في شجرة، كل زهرة، كل نبتة، وكل شجرة، وكل زاحفة، وكل حيوان أو إنسان أو دابة على الأرض، وكل سابحة في الماء أو في الهواء، والسماء وكواكبها وكل سكانها، جميعا يسبحون بحمد الله ويتوجهون إليه. فما من شيء في هذا الوجود إلا وينطق بعظمة الله ويشهد على وحدانيته. جميعا يشهدون أن الله وحده هو الذي خلقهم، ولكننا لا نفهم تسبيح هذه الأشياء لأنها تسبح بلغتها التي تختلف عن لغتنا، ولذلك لا نفهم ولا نسمع هذا التسبيح. وقد سخر الله كل شيء في الكون لخدمة الإنسان. سؤال مهم جدا، لماذا سخر الله كل شيء في الكون؟ كل شيء في الكون سخره الله للإنسان، السبب لخدمة الإنسان. يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى سخر، معنى سخر ذلل وهيأ. سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لخدمة الإنسان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتدبرون. خلق الله كل شيء لخدمة الإنسان أيضا، وخلق الإنسان ليكون خليفة الله يعبده في أرضه وفق المنهج الذي رسمه له. يبقى لما أسألك سؤال وأقول لك لماذا خلق الله السماوات والأرض، هتقول لخدمة الإنسان. لماذا خلق الله الإنسان؟ ليكون خليفة الله في أرضه يعبد الله وفق المنهج الذي رسمه له. يبقى لما يجينا صح وغلط، سخر الله الإنسان لخدمة الكون، الإجابة خطأ. تمام؟ تمام. واجب الإنسان نحو بيئته. قال علاء: إننا نشاهد أناسا كثيرين يسيئون التعامل مع الأرض الزراعية. دلوقتي إحنا هنتعرف على صور وأشكال الإنسان يتعدى بها على إيه؟ على الخيرات في الأرض. يبقى أنا ممكن أحط سؤال: كيف يسيء الإنسان أو الناس التعامل مع الأرض الزراعية؟ كيف يسيء الناس في التعامل مع الأرض الزراعية؟ قال لي: رقم واحد، إقامة المصانع عليها. يبقى يقوم الإنسان بتجريف التربة الزراعية ويقيم بدلا من الزراعة مصانع. رقم اثنين، التخلص من مخلفاتها في النيل والترع. وطبعا ده شيء سيء جدا، لأن المياه ستتلوث، يؤدي ذلك إلى مرض الإنسان مرض الإنسان، مما يؤدي إلى فقد النبات والحيوان ويزيد من التلوث في البيئة. يبقى إيه أضرار رمي المخلفات في النيل والترع؟ يؤدي إلى فقد النبات والحيوان ويزيد من التلوث في البيئة. قال
قال الوالد: نعم يا علاء، وهناك اعتداء على الأرض وما فيها من خيرات، صور أخرى للاعتداء يعني الإيذاء بالنسبة للأرض. رقم 3، تجريف الأرض الزراعية. تجريف الأرض الزراعية يؤدي إلى نقص رقعة الأرض المزروعة ونقص محصولها. يعني الإنسان لما يجرف الأرض الزراعية ويبدأ يبني المباني، هذا يؤدي إلى نقص المكان الذي نزرع فيه ونقص المحصول الذي نخرجه من الأرض. وهناك أيضا ظاهرة القطع الجائر للأشجار. قطع جائر بمعنى قطع للأشجار دون الحاجة إلى قطع هذه الأشجار، يعني بدون سبب واضح أو سبب مهم. رقم 4، قطع جائر للأشجار مما يؤدي إلى الزحف الصحراوي، حيث تتحول الأرض إلى صحراء بعد أن كانت أشجار مورقة خضراء. كده لو جه سألني في الامتحان عن صور الفساد في الأرض، هقدر أتكلم عن تجريف الأرض الزراعية، وأتكلم عن إقامة المصانع على الأرض الزراعية، والتخلص من مخلفاتها في النيل والترع. طيب نكمل. قالت الأم: علينا أن نهتم بالبيئة التي نعيش فيها. سؤال مهم جدا، ما واجبنا نحو البيئة التي نعيش فيها؟ واجبنا: 1، نفتح النوافذ لتدخل الشمس بيوتنا. دي حاجة مهمة جدا، أشعة الشمس تدخل تنقي البيت من جميع الميكروبات، فالبيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. ليه؟ لأن الشمس تقتل الميكروبات الضارة، وعلينا كذلك ألا نلقي الفضلات، يبقى هنكتب عليها رقم 2، والقاذورات في الطريق ولا في الأنهار أو الترع. يبقى لا نلقي الفضلات والقاذورات في الترع ولا في الأنهار، تمام؟ عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، قارعة الطريق وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز هو إخراج المخلفات في الموارد مصادر المياه، وقارعة الطريق في الطريق الذي يسير فيه الناس، وفي الظل سواء كان ظل الأشجار أو أي ظل. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي: اتقي الملاعن الثلاث، اخراج الفضلات في موارد المياه او في قارعة الطريق او في الظل. طيب يبقى لو انا سألت سؤال: إيلام يدعون الحديث الشريف، يدعون الحديث الشريف الى ان نتعامل مع البيئة برفق، وان ننتفع بها وما فيها من خيرات، وان نحافظ عليها من التلوث. مهم جدا نحافظ عليها من التلوث ومن كل ضرر يلحق بها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة في فلاه يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق، يكون له صوب الله رأسه في النار. من قطع سدرة في فلاه يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق، يكون له صوب الله رأسه في النار. معنى كلمة سدرة أي شجرة النب. شجرة النب أي شجرة الإنسان هيقطعها تكون في فلاه، فلاه بمعنى الصحراء، يستظل بها الإنسان، وخاصة ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر. والبهائم، البهائم بمعنى الحيوان. عبثا وظلما، عبثا وظلما يعني دون حكمة ودون سبب، أي بلا فائدة. بغير حق يكون له صوب الله رأسه في النار. صوب بمعنى وجه، والمراد وضع الله رأسه في النار أو أدخل الله رأسه في النار. الحديث ده بينبهني إلى شيء مهم جدا، ينهاني الرسول عن قطع الأشجار بدون سبب مفيد، لأنها تنقي الجو. ليه أقطعها بدون سبب؟ كما أنها تحمي الإنسان من أشعة الشمس المحرقة. ويوضح الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة من يفعل ذلك، العقوبة أن الله سبحانه وتعالى سيصوب رأسه في النار. تمام كده؟ طيب يبقى اشرح الحديث مبينا ما الذي ينهى عنه الرسول. السؤال ده مهم جدا وموضع سؤال في الامتحانات. أثر المحافظة على البيئة.
وسكت البالغ قليلا ثم قال: إن الإنسان إذا أحسن التعامل مع البيئة واكتشف قوانين الله التي سخرها له عاد ذلك بالنفع عليه. فهو لما الإنسان يحسن التعامل مع البيئة ذلك يعود عليه بالنفع وعلى الإنسانية كلها، أما إذا أساء التعامل مع البيئة يكون قد ظلم نفسه وظلم مجتمعه ظلما كبيرا. يبقى أثر العمل بالأحاديث التي ذكرها الرسول هو أن الإنسان إذا أحسن في التعامل مع البيئة يعود عليه بالنفع عليه وعلى الإنسانية، أما إذا أساء التعامل مع البيئة يكون قد ظلم نفسه وظلم مجتمعه ظلما كبيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا، يغرس بمعنى يزرع، أو يثبت في الأرض بقوة، مضاد كلمة يزرع يقلع. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، البهيمة بمعنى الحيوان، إلا كان له به صدقة وأجر وثواب على ما فعله. ولذلك تهتم الدولة بغرس الأشجار على الطرق والترع والمصارف. بما تهتم الدولة؟ تهتم الدولة بغرس الأشجار على الطرق والترع والمصارف، وفي كل مكان يتيسر غرسها فيه، كما تتبع الدولة الأساليب الحديثة. يبقى رقم واحد غرس الأشجار على الطرق والترع والمصارف، اتنين تتبع الدولة الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تجود الأرض الزراعية وتعطي الثمار، وخاصة أن العالم يواجه الزيادة السكانية مع ضيق رقعة الأرض الزراعية. أعداد السكان بدأت في الزيادة والأرض الزراعية تضيق وتنقص بسبب ما يفعله الإنسان بها. كما اهتمت الدولة بغزو الصحراء. رقم 3 تهتم الدولة بغزو الصحراء وإنشاء المدن الجديدة فيها وتعميرها وزيادة الصناعات التي تلبي حاجة الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية المختلفة. تمام كده، ده دور الدولة في المحافظة على البيئة. ترشيد الاستهلاك. قالت ولاء: تحدث اليوم مشرف جماعة خدمة البيئة في المدرسة عن أهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المال العام، ونصحنا بألا نترك المصابيح الكهربائية مضاءة ليل نهار، وألا نترك صنابير المياه مفتوحة دون فائدة، ولا نشتري خبزا أكثر مما نحتاج إليه ثم نلقي ما يزيد عن حاجتنا في صناديق القمامة. ترشيد الاستهلاك يعني أنا ما استخدمش أشياء بكثرة دون إيه الحاجة إليها. يبقى رقم 1 لا نترك المصابيح الكهربائية مضاءة ليل نهار، 2 لا نترك صنابير المياه مفتوحة، الصنابير بمعنى حنفية المياه مفتوحة دون الحاجة إليها، رقم 3 لا نشتري خبزا أكثر مما نحتاج إليه ثم نلقي ما يزيد عن حاجتنا في صناديق القمامة، وغير ذلك مما يؤدي إلى أن تنفق الدولة ملايين الجنيهات التي تضيع دون فائدة. كده لما نرشد الاستهلاك الدولة مش هتقدر تصرف ملايين الجنيهات دون فائدة. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم، أيها الإنسان، خذوا زينتكم، أي البسوا ملابسكم التي تستركم. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد بمعنى كلما صليتم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإسراف في أي شيء، إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الإنسان المسرف ولا يحب المسرفين. الإسراف هو تجاوز حد الاعتدال، واجبنا نحو المرافق العامة. يبقى نحط سؤال: ما واجبنا نحو المرافق العامة؟
وتحدث مشرف الجامعة عن ضرورة المحافظة على المرافق العامة، ولكن الوقت لم يتسع لمناقشة هذا الموضوع. قال سامح: أنا يا أبي قرأت كتاب في المكتبة عن المرافق العامة وأهمية المحافظة عليها من كل عبث أو تخريب. يقول مؤلف الكتاب: المرافق العامة هي كل ما فيه نفع ينتفع به كل الناس، ولا يختص به فرد واحد دون الآخر. دي المقصود بالمرافق العامة، المقصود بالمرافق العامة هي كل ما فيه نفع ينتفع به كل الناس، ولا يختص به فرد واحد دون الآخر. وهذه المرافق تقيمها الدولة بالمال العام، وتكلفها ملايين الجنيهات، وهي كثيرة ومنتشرة في كل مكان. أمثلة للمرافق العامة مثل المدارس التي يذهب إليها الطلاب ليحصلوا على العلم النافع فيرتفع شأن الوطن حتى يحتل مكانة كبيرة بين دول العالم. 2 وسائل المواصلات كالسيارات العامة والقطارات التي ينتفع بها المواطنون، حيث تعمل على تقريب المسافات وحمل الأمتعة وسرعة الانتقال من بلد إلى آخر. 3 المستشفيات العامة التي تقيمها الدولة لعلاج المرضى وتخفيف آلامهم بدون أجر أو بأجر رمزي ذهيب أي بسيط. 4 المكتبات العامة بما تمتلئ به من كتب ومراجع علمية أدبية نافعة يستفيد منها الكبار والصغار، حيث يجدون فيها غذاء قلوبهم وعقولهم. 5 الحدائق العامة بما فيها من أشجار باسقة وزروع نادرة وأشجار ذات رائحة عطرة طيبة وألوان مختلفة تسعد بها النفس وتطمئن القلوب. كل ما سبق هي أمثلة للمرافق العامة. طيب، كيف نحافظ على أموال الدولة؟ كيف نحافظ على أموال الدولة؟ مفروض عليا، الواجب عليا أعمل إيه؟ كل هذه المرافق وغيرها يجب أن نحافظ عليها نظيفة جميلة منظمة. 2 نعمل على حمايتها من كل عبث وتخريب. ده واجبنا نحو المرافق.